القادم. السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يستقبل وفد الاتحاد العام للخبراء العرب. مكتب وزارة التربية والتعليم يقر أسماء اللجان لفعاليات المسابقات الختامية للفصل الثاني للبنات. مؤسسة موانئ البحر العربي توقع اتفاقية إعارة تأهيل بوابة مينا المكلا. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. نعى محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الفنان الكوميدي المجلست القدير عوض سعيد باجبير الذي وافاه الأجل فجر اليوم بعد حياة حافلة بالإبداع والعطاء الفني والثقافي الغزير. وأكد المحافظ أن الفنان القدير بن جبير لم يكن فنانا كوميديا فحسب، بل حمل على عاتقه رسالة ثقافية وإعلامية خاطب خلالها المجتمع وأطربه وناقش قضايا مهمة بأسلوب فريد تجاوزت الإمكانيات الصعبة في ذلك الوقت. وقال أن حضرموت برحيل الأستاذ بن جبير فقدت قامة فنية وثقافية وإعلامية واجتماعية أسهمت بالأمس في طرح ومعالجة الكثير من همومنا وقضايانا الاجتماعية بصورة فكاهية هادفة. وأبتهل المحافظ إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفنان القدير عوض بن جبير بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. استقبل محافظ حضرموت وفد الاتحاد العام للخبراء العرب من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب برئاسة رئيس الاتحاد السيد أحمد بن محمد الجروان. ووضع محافظ حضرموت الوفد العربي الشقيق أمام صورة الأوضاع في المحافظة متطرقا إلى فرض الأمن والاستقرار لتنعم به حضرموت وتطبيع الحياة في مؤسسات الدولة. وأشار المحافظ إلى الجهود الحالية لتوفير الخدمات والتنمية والصعوبات تواجه السلطة المحلية لضعف الإمكانيات والظروف الصعبة للمواطنين. بدوره أعرب رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب السيد أحمد الجروان عن الارتياح لما شاهده الوفد من استقرار أمني واضح بعد نحر تنظيم القاعدة. وأوضح جروان أن وفد الاتحاد سينقل للمجتمع الدولي عبر قنواته أن هناك شرفاء حضارمة دحروا الإرهاب وأعطوا درسا للعالم وخلصوه من بؤرة خطيرة. هذا وقام أعضاء الوفد بجولة في أرجاء مدينة المكلا متعرفين على نشاط بعض المرافق الحكومية وجهود إعادة البناء والتنمية. أقرت لجنة العمل الأنشطة بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت خلال اجتماع لها بالمكلا أسماء رؤساء وأعضاء اللجان لإدارة الفعاليات والمسابقات الختامية للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري للبنات على مستوى المديريات. وفي الاجتماع شدد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت رئيس اللجنة الأستاذ جمال عبدون على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد واستكمال كافة المهام المتعلقة بالترتيبات الخاصة بهذه الأنشطة وفقا للخطة العامة للأنشطة الصادرة من قبل قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يقف أمام إنجاز التكليفات الرسمية والخطوات والإجراءات اتخذت لإقرار تحديد الأماكن التي سيتم فيها المنافسة بين المدارس المشاركة. وخلص الاجتماع إلى تقديم إضافات ومقترحات من قبل أعضاء اللجنة تسهم في تحسين مستوى التنظيم والتحضير الإيجابي للارتقاء بأداء اللجان أثناء تنفيذ سير البرامج للمنافسات الختامية على مستوى المحافظة. استقبل أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان الجوهي في محل إقامته العلاجية بعاصمة مصر القاهرة عددا من الزوار، وفي مقدمتهم عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك وأعضاء من مؤتمر حضرموت الجامعة. وأطمأن الزوار على صحة العميد عويضان من خلال الزيارة التي وصفها بالوفاء الأخوي. وبعث رئيس أركان المنطقة الثانية خلال كلمته للزوار تحياته للسلطة المحلية وجميع أهالي حضرموت على تواصلهم واهتمامهم للاطمئنان على صحته. جرى بمؤسسة موانئ البحر العربي من المكلا
توقيع اتفاقية مع شركة سما حضرموت للهندسة والمقاولات العامة بشأن إعادة تأهيل بوابة مينا المكلا، وجاء التوقيع وفق شروط المناقصة المعلنة رقم 17 للعام المنصرم بموجب أخطار القبول العطاء. وتم مراجعة الاتفاقية والتطرق إلى جوانبها الفنية وشروطها التي تصب في مصلحة تنفيذ العمل بصورة فنية متينة وضمان جولة المواد والتركيب على أن تنتهي فترة العمل خلال شهرين كحد أقصى يتم خلالها الانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المواقع. اختتمت فعاليات دورة التميز الوظيفي التي نظمها مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت بمشاركة نحو 35 متدربا من الكوادر القيادية للتعليم الفني بالمكلا. وفي حفل اختتام الدورة أشار وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي إلى اهتمام السلطة المحلية لدعم كافة جوانب التعليم، داعيا الكوادر القيادية للتعليم الفني للاستفادة من مخرجات الدورة التدريبية لتحسين الأداء الوظيفي وتحقيق التميز، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعتبر من أهم المرافق التعليمية كونه يسهم في صناعة الشباب المبدعين والمخترعين والمبتكرين في المجالات المهنية والتقنية والفنية. وفي ختام الدورة قام الوكيل العمودي بتكريم المشاركين بالدورة وتسليمهم بشهادات مشاركة. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي مصنع معالم المكلا لإنتاج البلوك الأوتوماتيكية الحديث بمنطقة بويش بالمكلا، والذي يأتي ضمن عام التنمية والبناء. وفي حفل الافتتاح أشار الوكيل العمودي إلى أن حضرموت قادمة على نهضة عمرانية، وهناك خطة استراتيجية لعرض كافة الفرص الاستثمارية للمستثمرين بالمحافظة، مضيفا أن السلطة ستنفذ مشروع المرحلة الثانية لخور المكلا، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين بالمهجر إلى زيارة حضرموت للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. هذا وطاف الوكيل العمودي ومرافقه على أقسام المصنع متعرفين على كيفية إنتاج البلوك ومراحل التصنيع والمواد التي تستخدم في عملية الإنتاج. اختتم وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي برنامج الصنعة الطيبة الذي تنفذه مؤسسة قلم للإبداع برعاية من محافظ حضرموت لتكريم 150 متدرب ومتدربة من العاطلين عن العمل في الدورات المهنية في 3 مديريات. وعبر الوكيل العمودي في كلمته بالمناسبة عن سعادته لرؤية المتدربين وهم يمتلكون مهن تمكنهم من المنافسة في سوق العمل، مشيرا إلى دور المؤسسة وتخصيصها في تدريب الأميين والعاطلين عن العمل وتطويرها وتوسيعها في السنوات الأخيرة، مبين استعداد السلطة المحلية لخدمة هذه الشريحة وتقديم كافة التسهيلات. من جهته هن رئيس مؤسسة قلم فادي بافضل المتدربين على امتلاكهم مهن تساعدهم بالدخول إلى سوق العمل، مضيفا أن هناك دورات أخرى جديدة وتطويرية وستتوسع المؤسسة في عدد من مديريات أخرى والتي تحظى باهتمام ورعاية من المحافظ. وقعت بمدينة المكلا اتفاقية مشروع ترميم الجناح الشرقي بقصر السلطان القعيطي بالمكلا بين الهيئة العامة للآثار بساحل حضرموت والمقاول المنفذ فهمي بريك. ويشمل المشروع الذي حضر توقيعه مدير عام المكلا المهندس عوض بن هامل ترميم الجانب الشرقي للقصر بكل ما يحتويه من نواحي معمارية وفنية وزخارف بما في ذلك الأسطح وبلكونات الجهة القبلية والجهة البحرية، بالإضافة إلى صيانة الأبواب والنوافذ. ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ المشروع ابتداء من توقيع الاتفاقية على أن ينتهي العمل فيه خلال فترة وجيزة. التقى مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد السعدي بمديرة مركز الأمل للتوجيه والاستشارات الأسرية الدكتورة فتحية بحشوان، وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين مكتب الأوقاف ومركز الأمل في مجال التوعية الأسرية وخاصة الجانب النسوي، مستعرضين الخطوط العريضة لصورة الشراكة القادمة والعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين من خلال اللقاء التعارفي الذي سيسهم في وضع الحلول والمعالجات للمشاكل والحالات الأسرية التي يعاني منها المجتمع. افتتح رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش مشروع برنامج تطوير مكاتب الجودة بكلية الهندسة والبترول تمولهم مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية ومؤسسة إسهام للتنمية.
وخلال الافتتاح تعرف رئيس الجامعة ومرافقوه على تجهيزات وتأثيث المكاتب الجديدة للجودة لجميع أقسام كلية الهندسة والبترول، داعيا عمالة الكلية ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكاتب. ومن جانب آخر افتتح رئيس جامعة حضرموت معرض الكتاب ضمن فعاليات أسبوع الإبداع 12 لينظمه مركز أحمد للطالب الجامعي بتمويل من مؤسسة طيبة للتنمية. وأطاف رئيس الجامعة ومرافقوه على أجنحة المعرض الذي يضم أكثر من 177 عنوانا في مختلف المجالات العلمية يستفيد منها قرابة 2500 طالب وطالبة. اطلع وفد من قيادة التحالف العربي وعدد من ممثلي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت على احتياجات مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وتقديم الدعم اللازم لعدد من المشاريع والبدء في التجهيزات لتنفيذها في القريب العاجل. وقدمت مدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة أبهى باعوضان شرحا تفصيليا عن المهام التي يقوم بها الكادر الصحي والطبي بالمستشفى والمشاريع التي نفذت في الآونة الأخيرة، وعرضت عدد من المشاريع والأفكار لتسعى إدارة المستشفى في تنفيذها في المرحلة القادمة والتي تحتاج إلى جهات داعمة ومولة له. وفي ختام اللقاء رحب الوفد بالأفكار والمشاريع التي قدمت لهم من قبل إدارة المستشفى، وأنهم على اطلاع دائم بعمل المستشفى والمرافق الصحية في حضرموت بشكل عام واحتياجاتهم والتي يسعى التحالف العربي في دعمها بالفترة الأخيرة. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرة لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يستقبل وفد الاتحاد العام للخبراء العرب. مكتب وزارة التربية والتعليم يقرر أسماء اللجان لفعاليات المسابقات الختامية للفصل الثاني للبنات. مؤسسة موانئ البحر العربي توقع اتفاقية إعادة تأهيل بوابة مين المكلا. ختام النشرة، حتى اللقاء، دمتم بأمان الله.